في لقائها الدوري من أجل الوحدة والتعايش السلمي الزاوية الإبراهيمية التجانية بمدينة مندوح عاصمة ولاية لوغون الغربي، تنظم هذا اللقاء الهاشد الذي جمع أبناء المجتمعات بالمنطقة، وذلك لحثهم على ضرورة الوحدة والتعايش السلمي فيما بينهم. هذا وخلال خطابه الافتتاحي الشيخ الزاوية الإبراهيمية التجانية لمدينة مندو الشيخ الجوني إبراهيم محمد شبيكة، أكد بأن هذا اللقاء السنوي الذي تنظمه الزاوية في كل عام يهدف إلى دعوة المواطنين بالوحدة وترسيخ مبادئ التعايش السلمي بينهم. لن نترك الشقاق والنزاع بيننا، ولن ندع القبلية والحقد والاحتقار بيننا، وأن نكون أمة واحدة يد واحدة، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مقدما شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية لوغون الغربي. أما ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع لوغون الغربي الجوني عمر الطيب السعي فقد أثنى على الدور الذي تقوم به الزاوية الإبراهيمية التجانية في توعية المواطنين في الولاية، مؤكدا دعم المجلس للزاوية في مساعيها الرامية إلى تعزيز التعايش السلمي. هذا وفي نهاية المطاف رفعت أكف الضراءة لله عز وجل بأن يمن على البلاد بالأمن والاستقرار.